والله عملنا بالصمون نبدي من الساعة 4 الصبح ونخلص الساعة 2 الظهر. اليوم بلش قد فتحته؟ بالأربعة الصبح. نعم. نلاحظ انه بعض المحلات ما فتحها يعني مواد غذائية. والله ما منعوهم الشرطة ما يفتحون. ممنوع من الشرطة. وعندنا بس مشكلة واحدة على مود لين بيتنا وتعرف العمال شوية بعيدين. هي صادفنا مشكلة بالجسر. هيمنعونا من العبور. يعني عم نقول لهم احنا جماعة الفرن وهيمنعونا من العبور. شو تطالبون؟ والله نطالب بس مجرد يخلونا بس يعني شوية يسهلون معانا بالعبور. على مود تعرف بيتنا بذاك الجانب. والعمال تعرف لازم يتنقلون. فما شوية صعوبة بس بهالموضوع. الأغلبية بذاك الجانب. نعم الأغلبية بذاك الجانب. واحنا يعني أصحاب الفرن بذاك الجانب. بالنسبة للطحين الوقود عندكم؟ والله الطحين موجود، خزننا طحين موجود قبل منع التجوال. وقوده موجود الحمد لله، يعني طالب بس شوية يعني يدعمونا شوية بالوقود، شوية كثرون لنا الحصة شوية لأن تعرف شوية نطول يعني بالخبز. يعني مرات نظل للمغرب. اليوم نحن عانينا من تحركات العمال. العمال ما من المنطقة، واليوم السيطرات منعوهم منعا باتا، يعني إلا أنا أتدخل شخصيا وأروح على السيطرة. كان عندي هوية عمال نقابة عمال وطلبت من القوات الأمنية بأن يسمحوا لهم بالمرور و يعني توافقوا معنا الحمد لله القوات الأمنية. يعني هاي فترة منع التجوال حيأثر عليكم؟ نعم نعم ماكو حركة ماكو أي حركة. يعني اليوم أنا قاعد أشحن الغاز ببلاش وأني إيجاري إيجار يعني مطلوب من عندنا إيجار، أبو الملك حقه يريد من عندنا إيجار، ونحن اليوم 9 أيام نحن منع تجوال، كل أسبوع 3 أيام 3 أيام، زين أجد نشتغل نحن وأجد نصرف ودنا نعطي إيجار ونعطي مولدة والمعيشة مالنا، ها يعني حياتنا نحن، حياتنا مآسي والله. وشغلة الضمان نطلب من البرلمانيين نطلب منهم اتقوا الله اتقوا الله بينا 130 ألف دينار الضمان عاملين. العامل ما يشتغل سنة؟ لا بالشهر 130 ألف دينار. نطلب من قناة الموصلية ترفع صوتنا على البرلمان والبرلمانيين الذي راح تيجي الانتخابات اتقوا الله بينا اتقوا الله بينا 130 ألف دينار كل شهر. اش ماكلين اش شاربين نحن ننطي ما الضمان 130 ألف دينار كل عامل 65 ألف. العامل أصلا ما يشتغل يمي، يشتغل من هنا يبطل من هنا، يشتغل من هنا يبطل من هنا، إلى متى؟